الفود بروسيسور اللي احنا مقدمينه لكم اليوم من بيكول، هو البراند التركي مثل ما شفتوا بالفيديو، بيقدر يعمل لكم كثير من الوظائف المختلفه. هلا رح اعرفكم كيف تقدروا تعملوا كل الاشياء اللي عملتها رانيا بالفيديو. عندنا هون الجهاز الرئيسي، اوكي، طبعا بقوه 700 وات. عندنا اثنين كونتينرز كل واحد بسعه 1.5 لتر. كمان هون عندنا المكان المخصص للتخزين، اوكي. عندنا 10 سرعات مختلفين، زر واحد بس هو اللي بيعطينا كل الخصائص اللي شفتوها بالفيديو. رح نيجي هون نشوف مع بعض ان عندنا هيدا الغطاء الخاص بالعصارات، عندنا المكان المخصص لتخزين الشفرات المختلفين، عندنا هون الشفرتين الخاصين بالبرش سواء كان الناعم او الخشن، بالاضافه هون ان عندنا هيدي القاعده اللي بنثبت عليها الشفرات، هون عندنا الشرائح الخاصة أو البليدز الخاصين بتقطيع الشرائح الرفيعة وسميكة، عنا الغطاء الخاص بالماكينة، أكيد رح نعرفكم طريقة استخدامه، سباتشيلا، وكمان لكل محبي البطاطا عنا هيدي الشفرة الخاصة بالبطاطا. عنا هون كمان عصارتين فيكم تعملوا كتير إشياء من خلالهم، عنا عصارة الحوامض وعنا العصارة اللي بتفصل القشور. كمان هون رح نشوف إن عنا الأكسسوريز الباقية، عنا هون الشفرة الخاصة بالفرم، عنا هون واقي شفرات، بالإضافة عنا هون إلى الشفرة الخاصة بالعجن، وعنا الجهاز أو القطعة الخاصة بالخفق. Believe it or not، طبعاً سيترس تي في دائماً بيقدم كل شيء غير وحصري، وأكيد مثل هيدا الجهاز وكثير من الأشياء المختلفة طبعاً من كل الكاتيجوريز، بس عن جد الأوفر ما له مثيل. Believe it or not، كل شيء شفتوه فقط ب 370 ريال. أوفر بحياتنا ما قدمنا مثله بكل هيدي الوظائف رانيا، صح ومظبوط، وكثير كومباكت فعلا، أوفر هايل جدا احنا بنقدمه ب 370 ريال سعودي بدل 461 ريال. واللي حابين ان هم يحصلوا على محاضرة الطعام من بيكو، رقم المنتج هو 456190. تعالوا نشوف أول مميزات. احنا النهارده هنعمل زي ماجيك، هنعمل سحر، هنعرفهم واحدة واحدة على الماشين أو الماكينة اللي احنا بنقدمها. أهم حاجة فيها إن هي بتعمل وظيفتين في جهاز واحد، يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي البلندر اقدر ان انا اشغله، وبالاضافه كمان للمفرمه في نفس الوقت. كل اللي هنعمله بالظبط احنا بنشغل سرعه من ضمن العشر سرعات، وبنشوف طريقه الاستخدام قد ايه بتكون سريعه. وهون اللي بيميز رانيا انه عندنا شفرات هم عباره ان هم بيقدروا ياخذوا كل المكونات من الاطراف، وكثير حادين لدرجه ان هم بيقدروا يعملوا لنا الوظائف اللي بدنا في ثواني قليله. ما لحقت كملت الجمله، في ثواني قليله بدا يبقى عندنا البولونيز صوص. حضرت اللحمه المفرومه، بنشوف كمان الفرم بتاع اللحمه بيكون قد ايه سريع. هنا بنشوف انه الفرم بتاع اللحمه مظبوط تماما هنا، وعايزين طبعا نتحكم في الفرم، نقدر ان احنا نضغط على زرار البالز هنا، اول ما بنضغط عليه بيخلينا ان احنا نتحكم في الفرم اكتر. وشايفين عندنا البولونيز صوص برضو بقت على طول مفرومه، عندنا كل المكونات مع الكرفس مع الطماطم، يعني قد ايه طريقه سهله وعمليه لكل سيده ان هي توفر في الوقت، وفي نفس الوقت توفر في اجهزه كتيره ممكن تكون موجوده عندها في المنزل. ودي الشفره اللي احنا استخدمناها للفرم، بتكون شفره حاده جدا، وشفنا ان احنا نقدر نعمل وظيفتين في جهاز واحد. يلا يا رانيا انا كتير اكسايتد، هلا راح استخدم الشفره الخاصه بالعجن، ولما بحكي عجن دائما بيجي على راسنا هيك وعلى بالنا اجواء رمضانيه. هون رح فرجيكم كيف تقدروا تعملوا عجينه البسكوت بكل سهوله وبنفس الجهاز اللي عملت فيه كل الاشياء اللي قبل. هون رح شغل الديفايس، اوكي، على سرعه خفيفه. بلش اول ما بنشوف هنا نحن بنبلش على او بنبتدي على سرعه خفيفه، اول ما بنحط المكونات بنشوف انه على طول الشفره اللي احنا مستخدمينها اللي هي للعجن، هي الشفره دي على طول بتخلينا ان احنا نقدر نعمل كتير من المكونات المختلفه. بنشوف عجينه البسكوت ان هي على طول بتتكون معانا وقد ايه بتكون رائعه، وكمان جهاز باكو هو مصنوع في تركيا بيكون سريع جدا، وبنشوف انه على طول في ثواني معدوده تقدري تعملي وصفات كتير من الاكلات، وطبعا الجهاز يقدر يغنيك عن كتير من الاجهزه في المنزل. عجينه البسكوت اميزنج، واو واو، قديش حلوه البيتي فور والكوكيز والبسكوتات وكله. هاي هون شوفي معي كل الاشياء اللي عملناها بنفس هيدي العجينه، فيكم تعملوها فقط اذا عندكم. ما تنسوا الاوفر يا جماعه اللي احنا مقدمينه، اوفر ما في مثله ابدا بالاسواق، فقط حصري بسيترس تي في، الساعه 370 ريال سعودي، 370 ريال سعودي بدل 461، وبتحصلوا عليه النهارده مع باكو فود بروسيسور محضره الطعام. هنا بنقدر ان احنا نستخدم البلندر لوحده، وفي نفس الوقت مش عايزين نستخدم الكونتينر او نستخدمهم مع بعض، وده اللي احنا هنشوفه. انا هنا بحضر السموذي، حاطين التلج، حاطين الفراوله والبيريز، بضيف عليهم كمان الحليب من فوق، وبنشوف سرعه الفرم وسرعه الخلط قد ايه بتكون سريعه مع جهاز باكو فود بروسيسور. اول ما انا بشغله على طول في ثواني معدوده كسر التلج، صح، يعني قوه كثير عاليه، عم نحكي عن 700 وات
طبعا مقدم لكم من البراند التركي بيكل، اللي دايما بنعرف قديش الجوده العاليه اللي بيقدمها بكل منتجاته. هون عندنا 15 وظيفه في جهاز واحد فقط، يعني قديش انه هو كثير كثير عملي. شوفوا قديش ساحر بجد، انا مش متخيله انه هو اصلا ممكن يكون سريع بالشكل ده، لكن طبعا لانه مصنوع في تركيا فهو طبعا بيدينا وظائف كثير متعدده. هنا كمان في نفس الوقت برضو لو انا عايزه اشغل العصاره الثانيه، هنا بشوف العصاره قد ايه بتفرم لي القشر، بمجرد ما انا بحطها بالشكل ده بضغط. هون انتم شايفين انه كمان العصاره هون بتساعدنا ان نحن نفصل القشور عن كل الفواكه. يعني هلا السيده كمان مش بتوفر مساحه، كمان بتوفر وقت، كون انه بيكو فكرت بكل التفاصيل اللي هي كتير دقيقه واللي بتحتاجها السيده بالمنزل. انا كفايه عندي، انا بس حبيت ان انا ابين ان هي طبعا العصاره بيترصد فيها كل القشره، وكل سيده حابه ان هي تبين طبعا طريقه العصر السريعه مع العصاره اللي احنا بنقدمها. بنشوف ان كل القشر بيترصب في الداخل، فبالتالي تقدري تعملي عصاير فريش طازه وفي نفس الوقت كمان جميله ولذيذه مع بيكو. يلا يمي يمي، واكل كمان كتير شهي. رح فرجيكم هلا خاصيه التقطيع بكل بساطه. شوفوا قديش حاده هون، طبعا رح استخدم الشفره السميكة. اوكي، هنا بنشوف برضو انه بما ان الجهاز بيتميز ب 10 سرعات، قوه الموتور 700 واط، كمان في 10 اكسسوارز او قطع مرفقات تقدروا ان انتم تعملوا بيها كتير من الاكلات المختلفه. هنا بنشوف التقطيع، سواء التقطيع اللي هو الرفيع او حتى التقطيع السميك. بنشوف هنا برضو معانا، واو، في هنا الشفرات اللي احنا مستخدمينها لو احنا عايزين نعمل تقطيع رفيع او حتى التقطيع السميك. وبنشوف انه على طول في ثواني معدوده قدرنا ان احنا نعمل تقطيع للكوسة، تقطيع للجزر. بدي افرجيكي هون قديش انه الشفرات عن جد قطعت لنا قطع متساويه، سواء كان الكوسه اللي هي كثير طريه او الجزر اللي هو اصعب انواع الخضروات. وقبل ما تكملي الجمله خلصتوا كل هيدا باوفر ولا احلى، سعر كثير مثالي 370 ريال سعودي فقط. هنا كمان في حاجه ثانيه برضه هنعملها، الكول سلو، هنشوف البشر قد ايه بيكون سواء خشن او ناعم، بس احنا مستخدمين الشفره الخشنه، وكمان في نفس الوقت نقدر ان احنا نخفق المايونيز بتاع الكول سلو. هنشوف التحدي ده مع بعض مع بيكو فود بروسيسور. اول ما احنا بنحطها على السرعه عاليه، واو، هو مثل ما شايفين رانيا عم تعمل خاصيه البرش، وبنفس الوقت عم تعمل الخلط، يعني فينا نحن نوفر الوقت نعمل اكثر من وظيفه بنفس الوقت. اذا عندنا هيدا الجهاز قديش رح يوفر مساحه، وقديش رح يوفر خصائص مميزه. هون مميزه، هون شايفين قديش خاصيه البرش قديش كتير عمليه، فعلا عمليه. بصي هنا عندنا البرش، ان انا على طول اول ما ببينها للكاميرا ان احنا عملنا البشر، اتحكمنا في بشر الجزر وحتى كمان الكابتج، فنقدر نعمل الكورسلو بمنتهى السهوله. ده البشر الخشن. هنا كمان برضو عندنا المايونيز، نشوف انه الخلط على طول بقى قد ايه سريع، حتى بالسباتشولا بنبين انه هو كمان الخفق بقى رائع جدا. المايونيز عندنا بقى جاهز، فبنشوف انه في مميزات تقدري يعني كل سيده تقدر ان هي تعملها مع الفود بروسيسور اللي احنا بنقدمها من بيكو. 15 وظيفه في جهاز واحد مع جهاز مصنوع في تركيا. إيه. هلا اخر شيء بدي افرجيكم هيك قبل ما نروح بريك، اجواء رمضانيه يعني اكيد بدنا نكسر ونخلط نطحن مكسرات. هلا رح افرجيكم قديش سرعه. سرعه رائعه جدا لانه بيحتوي على 10 سرعات، كمان مصنوع في تركيا، بالاضافه انه 15 وظيفه في جهاز واحد. الحجم بتاعه عملي جدا في المطبخ عند كل سيده، في 20 ثانيه تقدري تعملي ما بين الفرم، الطحن، الخلط، العجن وغيرها. واو بجد، يعني كميه المكسرات دي. قلت لك رانيا قديش انها عن جد كثير كثير عمليه. طبعا في السباتشيلا هاي، شوفوا قديش هون، شوفي قديش طبعا فينا نخليها اكثر اذا بدنا نحن الطحن يكون اكثر، وفينا هيك نزين الاكلات تبعنا برمضان. هلا صار فيكم انتم تحصلوا على كثير من الوظائف المختلفه اذا عندكم بيكو فود بروسيسور، اللي اكيد رح يوفر لكم 15 وظيفه بجهاز واحد بس. للحصول على بيكو كل اللي عليكم تسووه هو الاتصال على الارقام اللي هلا رح نشوفها مع بعض. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة، أو زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم أيضاً الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد. لسه
معاكم بنعرفكم مميزات باكو فود بروسيسر، محضرة الطعام اللي بتعمل 15 وظيفة في المنزل، وكل ده في جهاز واحد، بتغنيكي تماما عن ان انت يكون عندك اجهزة كتير بتاخد حيز، في نفس الوقت بتاخد فلوس كتير. هتوفريها تماما مع العرض الهائل اللي احنا بنقدمه مع باكو فود بروسيسر، عرض مميز بنقدمها بسعر 370 ريال سعودي بدل سعر 461 ريال سعودي، عليها تخفيض 20% بالاضافة لكل المرفقات العشرة اللي بتيجي معاها من الخلاط، وحتى كمان برضو المرفقات التانية اللي بتساعدنا للخلط، الفرم، الطحن، وحتى العجن والعصارة، الفواكه الحمضية، أو حتى العصارة التانية اللي بتصفي القشر. كتير من المميزات هنتعرف عليها. كمان أهم ميزة إن هي مصنوعة في تركيا، بالإضافة كمان أنتوا تقدروا تعملوا وظيفتين في نفس الوقت، نقدر نستخدم البلندر ونقدر كمان إن احنا نستخدم الفرم أو العجن، زي ما هنعمل دلوقتي ميسة. بمجرد ما أنا بشغلها من ضمن العشر سرعات بنشوف إنه طريقة الطحن أو العجن أو الفرم والخلط قد إيه بتكون سريعة. أنا بعمل البيتزا مثل ما شايفين هون، هذه هي الشفرة اللي عم تستخدمها رانيا للعجينة الخاصة بالبيتزا. هذه هي الشفرة. أوكي، بدي أرجع أخبر كل عم يتابعونا إن في 15 وظيفة بتقدروا تعملوها مع باكو فود بروسيسر، بيساعدنا إن إحنا نقدر نعمل كتير مختلف، كتير أشياء مختلفة. والحلو كمان رانيا إنه هو صناعة تركية بجودة جدا عالية، مثل المعروف عن كل الادوات الخاصه بالمطبخ من بيكو. غير هيك انه في كل المرفقات وكثير كومباكت، يعني بنقدر ان احنا نعمل كل شيء بنفس الوقت. شفتي على طول عندي العجينه بقت جاهزه، وفي نفس الوقت كمان الصوص بتاع البيتزا بقى برده جاهز. بنشوف هنا بنبين العجينه قد ايه معجونه تماما، ان هي كتير حلوة. يعني شايفين انه حتى ما اخدتش مننا وقت، انا هضطر ان انا امسكها بايديا ابين ان هي فعلا حلوه جدا. بنشوف ان احنا على طول جاهزه ان احنا نعمل بيها البيتزا، ودي المميزات اللي كل سيده حابه ان هي تحصل عليها في محضره الطعام. هنا كمان بنشوف برده عندنا كتير من الاوبشنز او الافكار اللي نقدر نعملها، الفطاير اللي هي الفرانكفورتر، الميني رولز، كلها بتبقى حلوه جدا. وهنا كمان برضو عندنا برضو زي ما احنا عملنا العصير، بنشوف ان هو اتخلط تماما مع البلندر وبقى على طول صوص، كل ده في اقل من 20 ثانيه. بتشوفي ان في مميزات كتيره بتحصلي عليها. رانيا هون شغلت الاثنين مع بعض او الاثنين كونتينرز، انا هون راح شغل كونتينر واحد بس لحتى اعمل الكبه، وراح سكر الجزء الثاني بالغطاء المرفق على طول مباشره، راح اشغل الديفايس على اعلى سرعه. يعني بنشوف هنا انه محضره طعام مميزه جدا مصنوعه في تركيا من ماركه مشهوره وهي باكو، بالاضافه ان كل سيده تقدر تعمل مميزات كتيره بتغنيكي عن 15 جهاز في المنزل. بنشوف انه في 20 ثانيه تقدري تعملي كتير من الفرم، الخلط، ما لحقتش اكمل. بدي ارجع اذكر كل اللي عم يتابعونا ان رقم المنتج الخاص اوكي ببيكو فود بروسيسر مثل ما مبين بيسار الشاشه 456190. شوفوا قديش السرعه في اني انا عملت كتير من الوظائف المختلفه مع بيكو فود بروسيسر. واو، سقف الميسه عشان ست بيت شاطره النهارده معايا ومع بيكو. هنا كمان هنقدر ان احنا نعمل برضو وظيفتين في جهاز واحد في نفس الوقت، هنوفر وقت، هنوفر فلوس، هنوفر حاجات كتير. هنعمل التشيز كيك، هنشوف انه ازاي هنقدر ان احنا نفرم البسكوت نطحنه، وفي نفس الوقت كمان نقدر نخفق الكريمه بتاعت التشيز كيك في ثواني. 15 وظيفه بتقدروا تعملوها، غير هيك ان صناعه تركيه مثل ما حكينا، وغير هيك كمان انه في 10 سرعات، وفي عندنا مكان مخصص لتخزين الشفرات، يعني كثير امنه لاطفالنا بالبيت يعني، وما بتاخذ حيز. هلا بنعرف المطابخ كثير صغيره، نقدر نعمل كثير من وصفات المختلفه. السرعه في الاداء، بس هو ده اللي بيديه لنا بيكو على طول. انه يعني بنشوف هنا الطحن على طول قد ايه. واو. بقى اتبشرت تماما، اتطحنت تماما. بنشوف هنا نقدر على طول بقى جاهز عندنا العجينه بتاعت التشيز كيك. هنا نقدر برضو نتحكم في الطحن لو احنا عايزينه، علشان عندنا زرار البالز، لكن بنشوف انه خلاص بتعمل زي البقسماط، سهله ان احنا نحطها في طبعا في الاطباق اللي هي البورسلين، ونقدر ان احنا نعمل احلى تشيز كيك. هنا كمان لو بنتكلم على الخف، بنشوف انه عجينه الخف قد ايه رائع جدا. واو، جدا حلوة. وهنا الكريمه بتاعت التشيز كيك بقت حلوه مع باكو فود بروسيسر. رانيا طبعا فينا نحكي لكل اللي عم يتابعونا انه عن جد باكو فود بروسيسر هو الحل الامثل لكل ست بيت بتدور على حلول بسيطه عمليه، واهم شيء افوردبل. تعرفوا ليش؟ لانه نحن اليوم مقدمين لكم اوفر بسيترس تي في خيالي. تخيلوا معي انه كل شيء انتم شفتوه بتقدروا بس تدفعوا فيه 370 ريال سعودي، يعني 20% ديسكاونت بدل سعر 461 ريال سعودي. كمان في كثير من الوظائف المختلفه بتقدروا تعملوها مع بيكو، 15 وظيفه. شو رايك هلا نروح للفيديو؟ يلا نشوف مع بعض الوظائف المختلفه اللي بتقدروا تعملوها مع بيكو فود بروسيسر.
الوظائف اللي هنشوفها مع باكو فود بروسيسور كمان تقطيع البطاطس الفرنش فرايز. دلوقتي مش هنحتاج ان احنا نشتريها من اي مكان برا، سهل نعملها في البيت. واو شوفوا قديش السرعه، هذه بقوه بسبب القوه اللي نحن عم نحكي عنها 700 واط. يلا رانيا كثير اكسايتد اني اشوف النتيجه، لانه كمان عندي اخر شغله بدي افرجيهم اياها قديش انه صعب تقطيع الجبنه، لكن هيدا الشيء كثير سهل مع بيكو فود بروسيسور. هنا ببين انه التقطيع بتاعها حلو جدا، حتى كمان كل الاطفال اللي بيحبوا البطاطا اللي هي الفرنش فرايز تقدر كل ام دلوقتي ان هي تعملها بمنتهى السهوله، مش محتاجه ان انت تجيبيها مع جانك فود. صح. لا بتكون صحيه، انت بتعمليها في البيت وبتخبزيها او بتعمليها بالطريقه اللي انت تحبيها، خاصه لو عندك اير فراير. ست البيت صار عندك كل الوقت لتعمل اشياء مختلفه. هنا بنعمل وظيفتين في جهاز واحد، بنعمل العصير مع كمان البشر الناعم، بنشوف التشيز نقدر ان احنا ازاي، احنا ممكن بس نزود شويه السرعه. بنشوف ان التشيز على طول بتتفرم بمنتهى او بتتبشر بمنتهى السهوله مع المبشره اللي احنا بنستخدمها سواء البشر الناعم او الخشن. هنا مستخدمين بشر ناعم وبقت على طول جاهزه عندنا، واحلى عصاير نقدر ان احنا نعملها مع باكو فود بروسيسور. في نفس الوقت كمان بنشوف انه البشر قد ايه حلو جدا. هساعدك ميسا. شوفي هون انا بدي افرجيهم بشكل سريع. اوكي شوفي هون البرش قديش كتير 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 ناعم. تعي حدي. لا فعلا حلو جدا. وبرده احنا عندنا قدام في الشفرات بنشوف هنا البشر اللي هو الخشن مع الملفوف قد ايه بيكون شكله، وكمان البشر الناعم، وهنا برده العصير اللي هو الكوكتيل اللي احنا عملناه. بنشوف انه الخلط الفرم البشر كل حاجه بتكون سريعه جدا مع باكو فود بروسيسور. تقدري ان انت تعملي 15 وظيفه في جهاز واحد، صناعه تركيه بسعر رائع جدا وهو 370 ريال سعودي بدل سعر 461 ريال سعودي، عليه بس تخفيض 20%. رقم المنتج هو 456190، واتصلوا دلوقتي حالا واحصلوا على باكو فود بروسيسور لانه سعر حصري لسيتروس تي في، مش هتلاقوه في اي مكان.